ولمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية على الميليشيات الموالية لإيران في العراق وتداعياتها ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات السيد عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا أستاذ. الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات على ميليشيا العصائب وحزب الله في العراق ولبنان، كيف ترى مثل هذه العقوبات وأثرها على أذرع إيران عموما وخاصة في العراق؟ لا ننسى احنا هذه الميليشيات الولائيه التابعه لايران بعد الاحتلال قالت احنا شركاء امريكا في العمليه السياسيه، وخصوصا منظمه بدر والتابعه لها من حزب الدعوه وحزب العمل، اللي بلغوا ان ما نتعرض للقطاعات الامريكيه، ومن بعدها سلموا سيف الامام علي للقوات الامريكيه ووضع الزهور على قتل الامريكان. لكن اليوم رفعوا شعار المقاومة اللي هي بالأساس مقاولة وليست مقاومة، ولكن دارت الدوائر عليهم بما أنهم بياعة وطن. جاء الوقت الذي فيه تبيعهم أمريكا، باعتهم اليوم أمريكا، وبالفعل في حصار عليهم وعقوبات ويدرجون ضمن قوائم الإرهاب، وهذا نصر للشعب العراقي. ونفس الوقت هذه الميليشيات فقدت قاعدتها وحاضنتها، واليوم هي معزولة، والحقيقة جاي يفكرون كيف يطلعون من هذا المأزق اللي هم فيه. خسروا الشارع، هم الأقلية اليوم. نعم أصحاب سلاح ما ننكر هذا، لكن سلاح بدون أن يقبلهم الشعب العراقي هم ضعفاء، واليوم الدول الإقليمية والعالمية ضدهم، كثر إرهابهم، كثر إجرامهم، كشفوا على الملأ، فآن الأوان بإذن الله للتخلص منهم بإذن الله. طيب إلى أي مدى يمكن أن تجر هذه العقوبات على الميليشيات العراق إلى عقوبات دولية بسبب أنشطة الميليشيات وعدم مقدرة الحكومة على التعامل معها؟ هذه الميليشيات تستخدمهم إيران أذرع في العراق وفي المنطقة العربية، برمتها أربع عواصم أربع أذرع. اليوم في العراق هي تقريبا الأقوى، لكن أمريكا شدت حيلها إن شاء الله، والشعب العراقي شاد حيلها، وبإذن الله نتخلص من هذه الميليشيات. هذه هي إيران تفاوض من خلالهم، تتعامل ويا الأمريكان من خلالهم. طبعا هم رقم جدا مهم للإيرانيين، لكن الإيرانيين اليوم هم في حالة صعبة جدا، وأعتقد راح يتخلون من هذه الميليشيات. أما الحكومة العراقية فالجيش العراقي والقوى العراقية وضباط الأشراف اليوم يفكرون كيف يتخلصون من هذه الميليشيات الحقيقة اللي هي صارت أس الفساد وعلة العلل بالعراق. نعم. طب في ظل المخاوف من عقوبات دولية على العراق، كيف يمكن قراءة تصريحات فالح الفياض بوجوب إيجاد ما أسماه نسخة عراقية من الحرس الثوري الإيراني؟ هي هاي الميليشيات الولائية هي حرس ثوري إيراني سيدي، هذه قطاعات تعمل لصالح إيران وبأوامر إيرانية، هي مو اليوم يتشكل الحرس الثوري. الحرس الثوري الإيراني موجود بالعراق اللي استعرف في أشرف في دياله، هذا موضوع انتهينا منه. لكن لا نسمح لهذه الميليشيات الولائية أن تجر العراق إلى عقوبات دولية، ولا نقبل لدولة رئيس الوزراء أن يترك هذه الميليشيات تجر العراق إلى عقوبات دولية أو حصار معين. اليوم هذول ما يمثلون العراقيين على الإطلاق، دول إيرانيين اللي هتهمهم إيران، فأي عقوبات تشكل عليهم فهم تابعين لإيران، تشكل عقوبات على إيران وتصاغ عقوبات على هؤلاء الولائيين وهذه الأذرع اللي تواجدت في الوطن العربي. نعم. العراق ما راح يدفع ثمن سعادة هؤلاء الولائيين، لا يدفع العراق ثمن سعادة جمع المليارات لزعماء هذه العصائب وهذه العصابات الإرهابية. وأنا أنصح من ينتمي لهذه العصابات الولائية الإيرانية أن يرموا السلاح وينتموا للوطن، وقلب الوطن كبير، وسيجمعهم الوطن ويترك القيادات أن يتواجه مصيرها أمام الشعب العراقي بإذن الله. نعم. كما تعرف العقوبات الأمريكية بالأساس هي مقترح من النواب الجمهوريين في البرلمان الأمريكي في الكونغرس الأمريكي، وهذا يطرح سؤالا إلى أي مدى
ترى أن إدارة بايدن بدأت تدرك أن سياستها الناعمة مع إيران لا تؤتي أكلها وبالتالي قامت بهذا التغيير؟ إدارة بايدن ضد الميليشيات اليوم لأن ضغط من الجمهوريين ومن كافة يعني المواقع السياسية الأمريكية، المفاصل السياسية الأمريكية كلها تضغط على بايدن، وبايدن ما يقدر يقاوم هذه اللي تدعو لمعاقبة هذول الإرهابيين وإيران. فبدأ بايدن يعمل ضد هذه الميليشيات، وبالنتيجة يبيعهم مثل ما فتح المجال للطالبان وباع اللي سلم اللي ساعدوه بأفغانستان للطالبان، راح يسلم هذول الإرهابيين للشعب العراقي إن شاء الله ويقتص من عندهم إن شاء الله. شكرا لك سيد عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات.